مشاهدينا أهلا بكم إلى نشرة مفصلة، نبدأ بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا قبيل مراسم توديعه بمطار هواري بومدين الدولي. وتعزيزا للشراكة والتعاون، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا يتوج بالتوقيع على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية والتزام تام في دعم ومساندة حقوق الشعوب المضطهدة والقضايا العادلة على رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني يسدي وسام مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر. وفي اليوم الأخير من زيارته إلى الجزائر، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى دوليا. ومن مخيمات اللاجئين الصحراويين تشديد على السيادة الطبيعية المستنزفة. مشاهدينا أهلا بكم من جديد. في زيارة تحمل رمزية التاريخ وثقل التحديات، تفتح الجزائر وجنوب إفريقيا عهدا جديدا من الشراكة الاستراتيجية المرتكزة على علاقات أخوية متجذرة جمعت البلدين عبر عقود. الجزائر وجنوب إفريقيا اللتان وحدتهما معركة التحرر من الاستعمار تسعيان اليوم لترقية آفاق التعاون إلى مجالات أرحب بما يتماهى مع الإرادة السياسية التي تحذو قائدي البلدين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ورئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. زيارة تؤكد أن التاريخ ليس مجرد ماض بل أساس صلب لبناء مستقبل مشترك واعد. الجزائر جنوب إفريقيا عهد جديد لشراكة استراتيجية. في المستهل أنهى اليوم فخامة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر، وكان في توديع ضيف الجزائر بمطار هواري بومدين الدولي رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. Oh.
وبعد الاستماع للنشيدين الوطنيين وتحية العلم، استعرض الرئيسان تشكيلات من مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي أدت لهما التحية الشرفية. ضيف الجزائر صافح مودعيه من كبار المسؤولين في الدولة الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أعضاء الوفد رفيع المستوى المرافق لرئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. الزيارة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. كما سمحت الزيارة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. هذا وأجرى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون محادثات على انفراد مع رئيس فوزا، وذلك بالقاعة الشرفية لمطار هواد بومدين قبل مراسم التوديع. هذا وتحادث أمس رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون على انفراد مع نظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ترأس رفقة أخيه رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين البلدين، وقد شكل هذا الاجتماع فرصة لاستعراض واقع العلاقات الثنائية ودراسة السبل والوسائل الكفيلة بتوطيد التعاون والشراكة في مختلف المجالات كالدفاع والدبلوماسية، الاقتصاد، الطاقة، الفلاحة والتنمية المستدامة. وبالمناسبة تم التأكيد على أهمية ترجمة الإرادة السياسية المشتركة التي تحدو قائدي البلدين إلى تجسيد مشاريع عملية تخدم مصالح الشعبين الشقيقين وتعزز مكانة الجزائر وجنوب إفريقيا في الساحة الإفريقية والدولية. المحادثات المكثفة والمثمرة توجت بتوقيع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون ونظيره رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة السيد سيريل رامافوزا على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية بين البلدين. إعلان مشترك بشأن إقامة شراكة استراتيجية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد سيريل ماطاميلا رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا. الرئيسان ترأسا مراسم التوقيع على خمس مذكرات تفاهم في العديد من القطاعات الحيوية والهامة والتي تخدم المصالح المشتركة للبلدين. مراسم التوقيع على الاتفاقيات بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية جنوب إفريقيا. مذكرة تفاهم بين المعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي ومجلس الأبحاث الزراعية لجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد علي فراح المدير العام للمعهد الوطني الجزائري للبحث الزراعي، عن الجانب الجنوبي إفريقي السيد ليثا ماجينسا المدير العام لمجلس الأبحاث الزراعية.
مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الوطنية الجنوب إفريقية. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد عز الدين وصديق المدير العام للوكالة الفضائية الجزائرية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد عمبولاني مداو المدير التنفيذي للوكالة الفضائية الوطنية الجنوب إفريقية. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا بخصوص التعاون في مجالي المقاولاتية والابتكار. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد نور الدين واضح وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد مفو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة. مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا حول التعاون الاقتصادي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد سيفي غريب وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد مبو باركس تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة. بروتوكول بين وزارة العدل للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة العدل والتنمية الدستورية للجمهورية بجنوب إفريقيا حول التعاون في المجالين القانوني والقضائي. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد لطفي بوجمعة وزير العدل حافظ الأختام، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. محضر الدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. بيان مشترك في ختام زيارة الدولة والدورة السابعة للجنة الثنائية السامية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا. الموقعون عن الجانب الجزائري السيد أحمد عطاف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، عن الجانب الجنوب إفريقي السيد رونالد أوزي لامولا وزير العلاقات الدولية والتعاون. عقب ذلك أدلى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بتصريح صحفي مشترك رفقة رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا. رئيس الجمهورية أكد أن انعقاد الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بالموازاة مع منتدى رجال أعمال البلدين يعطي دفعا للعلاقات الثنائية ويسهم في ترقيتها. ترأسنا اليوم معا الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون الجزائري جنوب إفريقي وبالموازاة مع إشرافنا على أشغال هذه الآلية الدورية، انعقد منتدى الأعمال ليكون فضاء للتواصل بين المتعاملين الاقتصاديين، كما تم التوقيع على إعلان الشراكة الاستراتيجية. الجمهورية وفي حديثه عن الوضع الإقليمي والدولي الراهن جدد مساندة الجزائر الكاملة للدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية. كان لنا حديث معمق حول الوضع الإقليمي والدولي الراهن، خاصة العدوان الصهيوني على قطاع غزة ولبنان، وأغتنم هذه الفرصة لأحيي مرة أخرى الدعوة التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا لدى محكمة العدل الدولية، ونساندها مساندة كاملة. رئيس الجمهورية أكد أيضا أنه قد تم الاتفاق على تكثيف الجهود على مستوى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من أجل تحقيق المطلب الإفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن.
اتفقنا على تكثيف جهودنا داخل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز دور قارتنا والعمل من أجل تحقيق مطلب إفريقي لإصلاح منظومة مجلس الأمن من خلال تصحيح الظلم التاريخي تجاه إفريقيا. من جانبه ثمن رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا النتائج المنبثقة عن اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون، مؤكدا العمل على رفع حجم المبادلات التجارية بين البلدين. لقد اختتمنا إذن بنجاح أشغال اللجنة المشتركة السابعة بين حكومتينا، ولا يسعني في هذا الإطار إلا أن أبدي سروري أنا والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لما تضمنه التقرير الوزاري المفصل والمتعلق بتقدم قطاعات التعاون الرئيسية بين البلدين. هذه اللجنة المشتركة تمثل آلية تسمح لنا بتقوية وتوسيع علاقاتنا التجارية ورفع حجم المبادلات التجارية. لقد اتفقنا على رفع حجم هذه المبادلات، وهذا من خلال تطبيق منطقة التبادل الحر والتي ستسمح بتطوير الاستثمارات والتجارة بين الدول الإفريقية وتطوير العلاقات الاقتصادية بين بلدين محوريين في أفريقيا، الجزائر وأفريقيا الجنوبية. The strengthening of economic linkages between two major African countries. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أثنى على مساندة الجزائر لبلاده خلال مراحل الدعوة التي رفعتها بلاده ضد الكيان الصهيوني، مجددا النداء من الجزائر لوقف العدوان الصهيوني على غزة وتمكين كل الشعوب المضطهدة في العالم من حقها في تقرير المصير على غرار الشعبين الفلسطيني والصحراوي. إن اللجنة المشتركة التي انعقدت واختتمت منذ حين تمثل فرصة لحل أزمات جيوسياسية. لاحظنا أن القانون الدولي لا يحترم، لذا تقدمنا بشكوى على مستوى محكمة العدل الدولية لتجريم ومعاقبة الكيان الصهيوني. وفي هذا الإطار تلقينا دعما من طرف عديد الدول، وأخص هنا بالذكر الجزائر التي ساندتنا بقوة. وهذه فرصة لجنوب أفريقيا لتجدد نداءها لوقف العدوان على غزة، كما نجدد نداءنا لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لسكان غزة. لقد اتفقنا على أن الحل الأمثل لهذا النزاع الدائم في فلسطين يتمثل في تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير مصيرهم. هذا البلد الذي يعاني ويلات الاحتلال وسلب مفضوح للحقوق هي فرصة نجدد من خلالها تضامننا مع كل الشعوب والدول المضطهدة عبر العالم كفلسطين والصحراء الغربية. كما أكد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا متانة العلاقات التاريخية بين الجزائر وبلاده، مجددا شكر شعب جنوب إفريقيا للشعب الجزائري على مساندته في كفاحه لنيل حريته واحتضانه للزعيم الراحل نيلسون مانديلا. تحيي جنوب إفريقيا هذه السنة الذكرى 30 لإرساء الديمقراطية في بلدنا. شعب جنوب إفريقيا يجدد بهذه المناسبة شكره للشعب الجزائري النبيل الذي ساندنا في كفاحنا من أجل الحرية. جنوب إفريقيا لن تنسى أبدا الاستقبال الذي خص به الأب الروحي والمؤسس نيلسون مانديلا لما زار الجزائر. لقد تلقى تكوينا ومساعدة مكناه من الدفع بكفاحنا إلى الأمام. لقد أعطى لكفاحنا نفسا جديدا. الشعب الجزائري ساهم بصفة فعالة في نيلنا لحريتنا، ولا يسعنا إلا أن نشكرهم من صميم فؤادنا.
وفي إطار تفعيل التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات، تحدث الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الفريق أول سعيد شنقريحة رفقة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، تحدث مع وزيرة الدفاع وقدماء المحاربين بجمهورية جنوب إفريقيا السيدة أنجلينا موتشيكيجا. كما استعرض وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية أحمد عطاف التعاون الثنائي مع وزير العلاقات الدولية والتعاون لجنوب إفريقيا السيد رونالد لامولا. من جانبهما أجرى وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة محمد عرقاب ووزير الري طه الدربال محادثات مع وزيرة المياه والتطهير لجنوب إفريقيا السيدة بيمي ماجو دينا. كما أجرى وزير الصناعة سيفي غريب ووزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات محمد بخاري ووزير التجارة الداخلية ضبط السوق الوطنية أجروا طيب زيتوني أجروا لقاء جمعهم بوزير التجارة والصناعة والمنافسة لجنوب إفريقيا السيد باركس تعو. وبمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها رئيس جمهورية جنوب إفريقيا الشقيقة إلى الجزائر، أسدى السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني وساما من مصف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا نظير مجهودات شخصه السامي ولدولة جنوب إفريقيا حكومة وشعبا إكبارا وتنويها بدورها المميز في الدفاع عن القيم الإنسانية المشتركة في المحافل الدولية وكشف جرائم الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق من قبل نظام الأبارتايد للكيان الإسرائيلي. بمناسبة زيارة الدولة التي يباشرها إلى الجزائر فخامة الرئيس سيريل ماطاميلا رامابوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، فقد قرر السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية صدر مصف الاستحقاق الوطني منح أخيه فخامة الرئيس رامافوزا وسام أثير من مصف الاستحقاق للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وفي اليوم الأخير من زيارته إلى الجزائر بدعوة من السيد عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، قام السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا اليوم مرفوقا بالسيد محمد عرقاب وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة بزيارة إلى القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى. حمزة أحمد بالقسام. كان في استقبال السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا اللواء علي سيدان قائد الناحية العسكرية الأولى بحضور اللواء صديقي إسماعيل رئيس دائرة التنظيم والإمداد لأركان الجيش الوطني الشعبي. في البداية قدمت للسيد الرئيس تشريفات أدتها تشكيلات من مختلف قوات الجيش الوطني الشعبي. بعدها قدم اللواء قائد الناحية العسكرية الأولى كلمة ترحيبية ليتابع السيد الرئيس عرضا قدمه العميد المدير العام للقاعدة المركزية للإمداد تضمن تنظيم القاعدة والمهام المنوطة بها. عقب ذلك كان لضيفي الجزائر زيارة إلى مختلف الدوائر والورشات بالقاعدة على غرار دائرة تجديد الآليات المجنزرة وكذا ورشة السباكة.
حيث تلقى شروحات وافية حول عملي ومهام هذه الورشات. في الأخير أمضى السيد رئيس جمهورية جنوب إفريقيا على السجل الذهبي للقاعدة المركزية للإمداد. وبقصر الأمم بنادي الصنوبر ألقى رئيس جمهورية جنوب إفريقيا طابا أمام البرلمان بغرفتيه المجتمعتين في دورة غير عادية تطرق فيه إلى العديد من القضايا الإقليمية والدولية الراهنة، وذلك بحضور رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، وكذا كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة، إلى جانب ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. رئيس جمهورية جنوب إفريقيا أكد أن المجتمع الدولي ملزم باحترام المواثيق التي تكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره وحريته، مشيدا بمواقف الجزائر في مجلس الأمن. Algeria and South Africa need to stand firm. الجزائر وجنوب إفريقيا يجب أن يواصلا الالتزام بدعم حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره. Applaud Algeria for its unwavering support. نحن نشيد بالدعم الدائم للجزائر لنضال شعب الصحراء الغربية قصد تمكينه من تقرير مصيره. يجب أن نذكر المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه الصحراء الغربية. International law must be upheld. يجب احترام القانون الدولي وقيم ميثاق الأمم المتحدة. جنوب إفريقيا تذكر وتجدد نداءها بإصلاح مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ليكون أكثر تمثيلا وأكثر واقعية. ونشيد بمواقف الجزائر بصفتها عضوا غير دائم في مجلس الأمن. نحن نشكركم على مواقفكم المشرفة. في تعاون الجزائرية البنينية استقبل اليوم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز التشغيل موديست كيريكو. المحادثات تمحورت حول علاقات التعاون في مجالات العمل والتشغيل بين البلدين وتعزيز سبل التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك. تمشيا مع التطورات الراهنة في مجال التكنولوجيات الحديثة، تم اليوم تدشين المدرسة العليا للمانجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله العاصمة بحضور وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية. المدرسة تعد مكسبا مهما لتطوير الكفاءات وفقا للمعايير الدولية باعتبار القطاع عصب الحركية التنموية للبلاد. سهام سافسوك. المدرسة العليا لمانجمنت الأشغال العمومية بسيدي عبد الله صرح متميز تعزز به قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية سيسهم في تكوين وتأطير إطارات القطاع. هذه المدرسة أنشئت خصيصا لتطوير مهارات وكفاءات إطارات قطاع الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، منها إطارات الإدارة المركزية وكذا الشركات الإنجاز. المدرسة هي تتربع على مساحة
قارب 44 ألف متر مربع. تكلفة الإنجاز بلغت حوالي 3 ملايير دينار جزائري. تكوين الإطارات المسيرة للمشاريع تماشياً والمشاريع الكبرى التي تشهدها الجزائر. نسعى من خلاله إلى بلوغ 15 ألف كيلومتر أفاق 2030 من خلال تأهيل الموارد البشرية في مجال قيادة المشاريع المتعلقة بالسكة الحديدية. شهدت الشراكة الجزائرية الصينية في السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مجال السكك الحديدية، والشراكة متميزة تجمع البلدين. قطب هام سيسهم في رفع وتحسين قدرات كفاءات القطاع المعول عليه في تطوير الاقتصاد الوطني. ضمن جهود تطوير الرياضة الوطنية، نظم المجلس الأعلى للشباب أياما دراسية تناقش سبل تطوير الرياضة بولايات الجنوب. المنتدى أشرف على افتتاحه وزير الشباب المكلف بالمجلس الأعلى للشباب مصطفى حداوي، ونشطه ثلة من الخبراء والباحثين. 130 مشارك من ولايات الجنوب حاضر معنا بمعية مجموعة من الخبراء والمؤطرين وممثلي قطاع الرياضة المشرفين على هذا القطاع لسنوات طويلة، لنحاول مع بعضنا البعض نشخص واقع الرياضة في ولايات الجنوب، ثم نرسم الأمال والطموحات التي تطلع لها شبابنا. في إطار الاحتفالات بسبعينية الثورة التحريرية المجيدة ومرور 192 سنة على مبايعة الأمير عبد القادر، افتتح وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد أربيكا ملتقا دوليا حول الأمير عبد القادر مرسوما في ضيافة أمجاد الأمة. التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر، الملتقى الذي نظم بالتنسيق مع وزارة الخارجية والجالية الوطنية بالخارج وشؤون الإفريقية، يهدف إلى إبراز عبقرية الأمير عبد القادر في مقاومة الاحتلال والقيم الإنسانية والأبعاد التاريخية لهذه الشخصية الجزائرية ذات الأبعاد العالمية. وما هذا الملتقى الدولي حول التجليات التاريخية والحضارية والتراثية للأمير عبد القادر، وهذا الاهتمام بذاكرته من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الذي أضفى عليه كريم رعايته السامية ومبادرته بعمل سينمائي بأبعاد عالمية حول الأمير عبد القادر، وكذا إنجاز الجزائر لمعلم كبير للأمير إلا دلالة أخرى على تقدير السيد الرئيس لرموز وطننا وقادته الأفذاذ الذين رفعوا رايات العز والمجد. وبنادي الترقي، نظمت جمعية العلماء المسلمين يوما دراسيا حول حياة ونضال البروفيسور المجاهد سعيد شيبان الذي شغل سابقا منصب وزير شؤون الدينية والأوقاف وكان له تأثير في الساحة الفكرية الوطنية. الملتقى الذي نشطه عدد من الباحثين تم خلاله تسليط الضوء على مسيرة الرجل الحافلة بالنجاحات والإنجازات. وتزامنا والذكرى العشرون لوفاة الشيخ سعيد بن بلحاج الشريفي الشيخ عدون والذكرى المئوية لتأسيس معهد الحياة، نظمت اليوم جمعية التراث وجمعية الشيخ عدون الثقافية وجمعية الحياة وبتنسيق مع جامع الجزائر تظاهرة علمية وطنية بجامع الجزائر للحديث عن شخصية العلامة الشيخ عدون وإسهاماته الفكرية بالإضافة إلى التعريف بأهم إصدارات جمعية التراث. الخامسة متواصلة وتتابعون في اقتصاد اليوم. المعرض الدولي للمرقين العقاريين والمساكن الحديثة بوهران فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعرض منتجاتهم محلية الصنع.
والآن يتجدد موعدنا مع النشاط الاقتصادية في تقديمها من العجال. تفضلي منال. شكرا لك فازيلي. مشاهدينا نلتقي بعد الفاصل. أهلا بكم إلى النشرة الاقتصادية. بداية، تم اليوم عرض النسخة الأولى للاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، وذلك خلال ندوة نظمت في إطار فعالية الطبعة الثالثة للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة، والتي أشرف عليها وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة نور الدين واضح. وبالمناسبة، اعتبر واضح أن الجزائر خطت خطوات عديدة في هذا المجال، من إطلاق المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والمدرسة الوطنية للرياضيات، إلى غاية تنصيب المجلس العلمي للذكاء الاصطناعي، مشيرا إلى أن المشروع الطموح هو بداية تخص كل القطاعات الحيوية، ما سيسمح بوضع الجزائر في مسار الدول المتقدمة في المجال. إلى وهران، حيث شكل الصالون الدولي للمرقين العقاريين والمساكن الحديثة فرصة للمتعاملين الاقتصاديين لعرض منتجاتهم التي تعتمد على مواد أولية محلية الصنع والمراعية للجانب الإيكولوجي. مختار مذكور. التقت الخبرة العقارية بالتكنولوجيات الحديثة في الصالون الدولي للمرقين العقاريين والسكنات العصرية. النسخة 11 تم فيها استعراض كل ما هو متعلق بالسكنات التي أصبحت تعتمد على المواد الأولية محلية الصنع. نبيع دي لوجمون جديد pour les acquéreurs. C'est la cinquième édition تاعنا في هذا السالون. On espère pouvoir vendre un maximum de logements. Alors الهدف تاعنا سي بناء عقارات دو سورت كو لي فاصاد تاعهم يكونوا اتيرون كو سو سوا بور لي توريست او بور كاميليوري لا كاليتي دو في دي بيرسون. الحلول الذكيه والصديقه للبيئه اخذت حيزا معتبرا في هذه التظاهره الاقتصاديه. حكم بالمنزل تاعك عن بعد عن طريق الهاتف او عن طريق مساعد جوجل او اليكسا او سيري. الحاجه الاولى هي الكونفور، اي الراحه المستعمل، الحماية مع تقليل الكهرباء، استهلاك الكهرباء. أنا ننشد نوافذ من الألمنيوم، منتوج وطني محلي 100%، ورانا بحول الله نكفيه السوق الوطنية. تطور الفكر البقولاتي الخاص بالهندسة والبناء من شأنه التأثير إيجابا على الأنماط العمرانية التي أصبحت أكثر أمنا وجاذبية. آخر، وتشجيعا للابتكار وتحفيزا للطلبة المبدعين على ولوج سوق الشغل وريادة الأعمال، احتضنت المدرسة العليا للدراسات التجارية إحدى الأقطاب العلمية المهمة في الجزائر، احتضنت اليوم فعاليات الصالون الوطني للتوظيف في طبعته 15 بمشاركة 50 مؤسسة ناشئة. ملك درحمون. بمدرسة الدراسة العليا التجارية كانت المؤسسات الجزائرية على موعد لانتقاء أصحاب المشاريع وعرض فرص العمل عليهم، وكان إقبال طلبة معتبرا. فرصة بزاف مليحة للطلبة أنه يتلاقوا بالشركات كبرى تاع الجزائر، يعرضوا السي في تاعهم، يهدروا معهم، يشوفوا واش يقدروا يديروا عندهم اكسيتيرا. سورتو الحضور هذا اللي بزاف تاع شركات عالمية، شركات محلية، دونك راهم كامل هنا كاين معنا بيدعموا الطالب ويكونوا معاه إن شاء الله في يوم كما هذا. أزيد من 50 مؤسسة جزائرية كانت حاضرة بالجامعة. نعمل دائما على استقطاب كفاءات جديدة وخبرات جديدة، لذلك نحن حاضرين اليوم في هذا الصالون. كشركة نحن نستثمر كثيرا في الطاقات الشبابية. احنا دايرين فورمولار للطلبة اللي يحبوا لي يسون انتيريسي بهذا الدومين تاع لوتيلغي، انا دايرين لهم ان فورمولار يقدروا يعمروه، ابخي احنا يكون عندنا اون باز دو دوني باش نقدروا نتصلوا بهم في حالة يكون ريكروتمون. في إنوفتك يقوم الطلبة حاملي المشاريع بتقديم مشاريعهم للمؤسسات، والمؤسسات الاقتصادية تقوم ب لاكومبانيومون دي ستوديون، ويعني تساعدهم في تحديد لي زيدي تاعهم لي بروجي تاعهم.
هي إذن الجامعة، همزة وصل بين الطالب وسوق العمل. والمؤسسات الجزائرية تسعى من خلال هذا الصالون لتعزيز فرص الشغل لمختلف الطاقات الشبانية. دوليا، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أن الاتحاد الأوروبي تم المفاوضات المتعلقة باتفاقية التجارة الحرة مع مجموعة ميركوسور التي تضم الأرجنتين والبرازيل والباراغواي والأوروغواي، مما يمثل نهاية 25 عاما من المفاوضات رغم المعارضة الشديدة من فرنسا والمزارعين الأوروبيين ومجموعات حماية البيئة في جميع أنحاء الاتحاد. وقالت فون دير لاين إن الخطوة نقطة تحول تاريخية نحو الانفتاح والتعاون مع الكتلة الأمريكية الجنوبية لإنشاء واحدة من أكبر مناطق التجارة الحرة في العالم. انخفضت أسعار النفط اليوم بعد أن قررت الدول المصدرة للنفط وحلفائها الرئيسيون تمديد تخفيضات الانتاج، وذلك لتجنب أي اضطرابات محتملة في سوق الطاقة العالمية. وانخفضت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ب 1.35% إلى 71 دولارا و12 سنتا للبرميل، كما انخفضت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 67 دولارا و20 سنتا للبرميل. انتعشت أسعار الذهب اليوم مع انخفاض مؤشر الدولار الأمريكي، وذلك بعد صدور بيانات التوظيف لشهر نوفمبر في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يشير إلى إمكانية خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. وارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 0.42% لتسجل 2659 دولارا للأوقية، كما ارتفعت أيضا أسعار العقود الفورية للذهب لتبلغ 2632 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. النشرة الاقتصادية في أمان الله. شكرا لك منال على كل هذه التفاصيل. في ملف الصحراء الغربية، التقى الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي الوفود المشاركة في الملتقى الدولي لفقهاء القانون المنعقد بمخيمات اللاجئين الصحراويين، حيث شكر الجميع على المجهودات المبذولة من خلال المعارك القانونية التي يخوضونها دفاعا عن حق الشعب الصحراوي وممتلكاته. شاكرين الجميع لحضوره على المحاضرات واللقاءات و يعني المتعلقة خصوصا بالحكم المحكمة الأوروبية الذي أعطى للشعب الصحراوي ما حاول البعض نكرانه فيما يتعلق بثرواته وسيادته على وطنه وتمثيل الجبهة الشعبية لتحرير الساقيه الحمراء ووادي الذهب له من الناحية السياسية والاقتصادية. بدون شك كل هؤلاء يعودون بأفكار نيرة لتعميق دفاعهم عن القضية الصحراوية فيما يتعلق بالجانب القانوني وفيما يتعلق بسرقة ثروات الشعب الصحراوي. في المغرب، جرم آخر يرتكبه نظام المخزن في حق الإنسانية
جريمة استهداف المهاجرين الأفارقة، والتي يحاول المخزن التستر عليها وطي ملفها، لكنها تبقى وصمة عار في جبين هذا النظام الذي تطارده التحقيقات الدولية لكشف ملابسات الجريمة. إكرام قاضي. هكذا هو المشهد، يوثق كيف انتهك نظام المخزن حرمة الموتى وتعدى على حقوق الإنسان وخالف الالتزامات القانونية والأخلاقية. فلنظام المخزن سجل أسود في إبادة المهاجرين الأفارقة، وسنة 2022 زادته سوادا حينما حاول بعض المهاجرين الأفارقة العبور نحو مليلية على الحدود الإسبانية المغربية باحثين عن عيش كريم، قابلوا بعمليات صد عنيفة والضرب حتى الموت واستعمال الرصاص الحي، ما تحول إلى مجزرة راح ضحيتها العشرات. مجزرة توثقها الصور رغم الادعاءات وتزييف المخزن لوقائعها. تصر المنظمات الحقوقية الإفريقية والدولية على كشف ملابساتها والضغط على المغرب لمحاسبة كل من تسبب في تلك الجريمة الإنسانية الشنعاء، لكن نظام المخزن يصم أدانه عن ذلك بإدراجها ضمن الحادثة العابرة بعدما أغلق الملف دون كشف الحقيقة. ولم يتوقف نظام المخزن عند قتل المهاجرين الأفارقة، بل راح يسعى لدفن جثثهم دون تشريح ودون معرفة هوياتهم لطمس الوقائع. ضغوطات دولية متزايدة وتقارير تؤكد استعمال أساليب وحشية في حق كل من يخالف مبادئ النظام المخزني الفاسد، فتعذيب وتهميش أبناء الريف والترهيب المستمر للإعلاميين خير مثال يعري الوجه الحقيقي لتعاملات النظام المخزني مع ملف حقوق الإنسان. وبفلسطين المحتلة استشهد اليوم 5 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح في قصف للاحتلال الصهيوني على مدرسة بحي الرمال غرب مدينة غزة. هذا وانتشلت طواقم الدفاع المدني جثامين 4 شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه طيران الاحتلال الصهيوني أمس بمخيم النصيرات وسط القطاع، ليرتفع عدد الشهداء إلى 63 شهيدا على الأقل خلال الساعات القليلة الماضية. إلى ذلك يعيش 545 ألف فلسطيني في قطاع غزة في مبان متضررة وملاجئ مؤقتة جراء الدمار الهائل الذي خلفه العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع. وفي الرياضة ولحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لرابطة الأبطال الإفريقية، يستقبل اليوم فريق مولودية الجزائر فريق يونغ أفريكانز التنزاني بملعب 5 جويليا الأولمبي ابتداء من الساعة 8 مساء، فيما ينزل شباب بلوزداد ضيفا على نادي ستاد أبيجان الإيفواري. وفي منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية يستضيف غدا النادي الرياضي القسنطيني نادي سيمبا التنزاني على ملعب الشهيد حملاوي بداية من الساعة 5 مساء. وفي التوقيت نفسه يواجه اتحاد الجزائر نظيره نادي جراف السنغالي بملعب عبد اللهي واد بيدكات. في الختام وتكريما للفنان الراحل عبد الرزاق فخارجي أيقونة الفن الأندلسي الأصيل، نظمت فرقة قطبة الجزائر ومزغنة مساء أمس بقصر الثقافة مفتي زكريا بالعاصمة حفلا على شرف عائلة الفنان الراحل والأسرة الفنية، والتي استذكرت جانبا من محطات ومسيرة الفنان الراحل. وليد يقول وليد زناتي: على وقع هذه النوتات الموسيقية العتيقة وهذه الكلمات التي أبحرت بمستمعيها في عمق التراث الأندلسي الأصيل، تم إحياء الحفل الساهر تكريما للفنان الراحل عبد الرزاق الفخارجي. هذا تكريم لهذا يعني المعلم الكبير تاع
الموسيقى الكلاسيكية الجزائرية اللي هو عبد الرزاق. مختصة في الموسيقى الأندلسية، برمجنا حفل موسيقى أندلسية في نوبة الحسين باش نكرموا الأيقونة الموسيقى الأندلسية. الحفل كان على شرف عائلة فخارجي التي بدت متأثرة بهذا التكريم. وهذا شرف لي أن أكون هنا حاضرة مع كل هذا الجمهور الرائع، وشرف لي لأكون جو بريزونت العائلة الفخارجي. زمان كان مع الأوركسترا لا ستاسيون، كان شيف دوركسترا الأوركسترا لا ستاسيون ذاك الوقت، كان تابع للإذاعة وكان بروفيسور في الكونسرفاتوار. أحد أعمدة الموسيقى الأندلسية في الجزائر ساهم في ترقية هذا التراث الأصيل والحفاظ عليه للأجيال القادمة. نهاية النشرة إلى التذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون يجري محادثات على انفراد مع رئيس جمهورية جنوب إفريقيا السيد سيريل رامافوزا قبيل مراسم توديعه بمطار هواري بومدين الدولي. وتعزيزا للشراكة والتعاون، اجتماع الدورة السابعة للجنة العليا الثنائية للتعاون بين الجزائر وجنوب إفريقيا يتوج بالتوقيع على إعلان مشترك لإقامة شراكة استراتيجية والتزام تام في دعم ومساندة حقوق الشعوب المضطهدة والقضايا العادلة على رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية. رئيس الجمهورية صدر مصاف الاستحقاق الوطني يسدي وسام مصاف الاستحقاق الوطني برتبة أثير لأخيه السيد سيريل رامافوزا رئيس جمهورية جنوب إفريقيا بمناسبة زيارة الدولة التي يقوم بها إلى الجزائر. وفي اليوم الأخير من زيارته إلى الجزائر، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا يزور القاعدة المركزية للإمداد بالناحية العسكرية الأولى. دولياً ومن مخيمات اللاجئين الصحراويين، تشديد على سيادة الشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية المستنزفة. شكرا لكم مشاهدينا على كرم المتابعة، في أمان الله.